بفتح التلاجة وبقلب فيها شوية، فقامت عيني واقعة على طبق السجق وكيس المكرونة اللي موجود في التلاجة. فتعالوا نشوف مع بعض هنعمل بيهم ايه. بص يا معلم، اول حاجة هنقوم مقطعين السجق بتاعنا قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، في مية سخنة هنقوم نازلين برشة ملح وسالقين المكرونة بتاعتنا، وفي طاسة فيها معلقة زيت هنقوم نازلين عليهم بمعلقتين بصل، واول ما يبدأ يدبل معانا هنقوم نازلين عليه بفص ثوم مفروم ناعم، واول ما كل حاجة تدبل هنقوم نازلين بالسجق بتاعنا ونديله تشويحة بسيطة، بعدين هنقوم نازلين برشة ملح ورشة فلفل اسمر وشوية بابريكا، هنقوم مكسين كل حاجه مع بعض ونازلين عليهم بمعلقتين صلصه وحبه من ميه المكرونه، ونسيب بقى كل حاجه تتسبك مع بعض 5 دقايق، وفي الاخر هنقوم رشين رشه سكر عشان نضيع من حموضه الصلصه، طعمها يفرق قوي. بعدين هنقوم مصفين المكرونه بتاعتنا ونازلين بيها على الخلطه ونمكسوا كل حاجه مع بعض، وفي طاجن هتقوم نازل بالمكرونه بتاعتك وعليهم رشه جبنه موتزاريلا ودخلها الفرن تقريبا 10 دقايق لحد ما الجبنه تسيح، ودي شكلها اول ما طلعت من الفرن. واكتب لي تحت في الكومنتات انت بتقول عليه سجق ولا صدق، وبس كده، وعيش بقى يا معلم. لا هو على العظمه.